بمبادرة من العتبة الكاظمية المقدسة وبالتنسيق مع مديرية تربية الكرخ الثالثة لإعادة وتأهيل المقاعد الدراسية وصيانة الصحيات التابعة إلى المدرسة، هذا يكون كله يصب في خدمة الطلبة الأعزاء. مبادرة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بإعادة تأهيل الرحلات والصحيات في مدارسنا بالمنطقة الكاظمية التابعة لمديرية التربية الكرخ الثالثة، وشملت هذه المبادرة بأخذ عينة من 5 مدارس. مدارس التابعة لمديرية كرخ التربية الثالثة هي مدرسة متوسطة دجلة وإعدادية الكاظمية للبنين وإعدادية الكاظمية للبنات، وكذلك متوسطة الزهراء للبنات، وكذلك ابتدائية المعرفة، حيث شملت هذه الإدامة على الصحيات من خلال صيانة كاملة للصحيات التابعة لهذه المدارس، وكذلك صيانة وتأهيل الرحلات التالفة الموجودة بمعدل 50 رحلة لكل مدرسة. ومن جهة أخرى أشاد الأساتذة والعاملين في المدرسة على هذه المبادرة التي وفرت الجو الملائم إلى الطلبة. بعون الله وبمبادرة مشكورة من العتبة الكاظمية لترميم وتصليح المقاعد الدراسية لطلبتنا الأعزاء، قامت اليوم الحملة ابتدأت اليوم الحملة من العتبة الكاظمية مشكورين لتصليح المقاعد والمرافق الصحية والحمامات، نرجو لهم التوفيق ونتمنى للجميع التوفيق. نشكر الله أولا والأخوان بالعتبة الكاظمية المقدسة وعلى رأسهم الأمين العتبة والأخوان مدير العتبة على هذه المبادرة الطيبة، ونسعى بتقديم المزيد من أخواننا بالعتبة الكاظمية المقدسة. حيث كانت اليد العاملة هي من خدمة العتبة الكاظمية المقدسة من قسم الكهروميكانيك النجارة والحدادة، حيث أقاموا بصبغ وتأهيل وهيكلة المقاعد للطلبة. وحسب التوجيهات الصادرة إلينا من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة برعاية الدكتور الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ، وبالتنسيق مع العلاقات العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، قمنا بإعادة تأهيل الرحلات للمدارس في الكاظمية المقدسة التابعة لتربية الكرخ الثالثة، وذلك بإعادة هيكلية الحديد والصبغ ونصب بوردات جديدة للجلوس لطلبتنا الأعزاء في العتبة الكاظمية المقدسة. بجهود حثيثة ومباركة من قبل خدام العتبة الكاظمية المقدسة، ألا تكون الخدمة داخل العتبة فقط بل على نطاق واسع إلى المدارس والطلبة الأعزاء.